مرحبا اصدقائي، ان شاء الله تكونوا بخير. راح نتابع بالحديث بامراض الجم. وصلنا لاستروح الصدر نوموثوراكس. الفكره مثل ما اتفقنا انه كان عندنا رئه جميله وفي عندي جدار الصدر، في عندي جنب حشوي فيسرال وجنب جداري برايتال. لما يكون في عندي هواء بهالمستوى هو نوموثوراكس. باختصار، اما يكون عندي نمط سبونتانيوس عفوي، هذا بيكون الشاب طويل رفيع ما عنده مشاكل سابقا، مدخن، هو معرض لانه يكون عنده رئه صدريه عفويه وغالبا تكون صغيره وشغلته بسيطه. النمط الثاني اللي يكون هو ثانوي لمشكله، ممكن يكون بعد رط او بعد مرض بالرئه، فلنفرض نفخ رئوي او توسع قصبي او الى اخره، يؤدي الى انه تمزق في القاعه وتتمع الريح، اضافه للمشكله الرئويه لا يكون في شويه خطوره. هدول بشكل عام. طيب خلينا نشوف شو كاتب هو. كاتب لك التعريف نفسه، العفوي ما عندي قصه، التدخين، طول القامه، عندي فقاعه وعم تتمزق. الثانوي مثل ما اتفقنا عندي تالي مشكله اخرى. طيب in English pneumothorax the presence of air in the pleural space. spontaneous primary or secondary. حتى اختصر الوقت، المظاهر السريريه. بالبدايه ألم صدري مفاجئ وحاد الجانب أو الدسنية زلة تنفسية، بالذات لما يكون عندك المرض عنده مشكلة رئوية سابقة. إذا هو بالأساس عنده نفاخ رئوي وعنده زلة، لما يكون في ريح صدرية عم تكون الزلة أقوى وأوضح. طيب هل هون الفكرة، الشيء اللي بدي أعطيك إياه بشكل عملي، فحص الصدر قد يكون طبيعي. استروح الصدر الصغير بالذات لما بيجيك شاب انا وصل له ساعتين مثلا لساته جديد، فراح تجي تفحص ما راح تشوف والله فرط الوضاحه وخفوت الاصوات، ما حيكون طبيعي. اوكي طيب الاسترواح الاكبر راح تشوف خفوت الاصوات او الغياب، فرط وضاحه بالقرع، صح؟ لانه يعني عندك هواء صار فاضي. ماشي، هلا هون راح يبلش يحكي لك استرواح الصدر الموتر اللي هو التنشن نيوموثوراكس. عم يقول لك يتشكل كانما صمام احادي الاتجاه، يؤدي الى دخول الهواء ولا يخرج، وما يؤدي الى مشاكل. خليني اوضح لك اياها ببساطه. التنشن نيموثوراكس، انت عندك هذا صدر صح؟ وعندك هون رئه. لما يكون في طعنه مثلا شو راح يصير؟ راح يفوت الهواء، طبعا طعنه وطلعت السكينه، شو راح يصير؟ صار هيك شيء مثلا. اثناء الشهيق راح يتمدد، راح يفوت هواء. اثناء الزفير راح تتقبض كل شيء، صح؟ راح يصير، فهذا الصمام ممكن يتسكر، هذا الجرح ممكن يطبق. الهواء ما راح يطلع. ياخذ شهيق راح ينفتح، يفوت هواء. بالزفير ينغلق، فالهواء كل ما له عم يفوت. كل ما له الهواء عم بيفوت عم يضغط على هاي الرئة. انت عندك هون قلب وعندك رئة اخرى، الهواء كلياته عم يضغط على هاي الرئة ما عم خليها تتمدد. راح يصير عندي بالمقابل عندي قلب ورئة، الرئة اليمين مثلا عم تكون كتير صغيرة وهون عندك كله هواء. هذا الهواء شو راح يسبب؟ عم يرفع الضغط ضمن الصدر، وبالتالي تذكر الأوعية الكبيرة اللي عم تجيب الهواء للصدر، فإذا كان الضغط بالصدر عالي الهواء ما راح يجي، ما راح يكون سحب الدم منيح، راح يخف العقد الوريدي. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى، هي الرئه اللي عم تدفع لك القلب ممكن انكمشت، عم تدفع القلب المنصف. ارتفاع الضغط هنا على القلب ما راح يخلي القلب يتمدد، فانت عقدت عمل القلب، راح يصير عندك هبوط ضغط. اوكي؟ في شيء اسمه تزوي اوعيه، حتى الاوعيه هيك راح تندفع مع القلب، ما راح يصير في امتلاء منيح، وبالتالي انا عملت كومبرومايز للجهاز القلبي الوعائي. صار في تدهور بالوظيفه القلبيه الوعائيه. اتفقنا لذلك، وليش بيموت؟ ليش ممكن يكون معرض للخطر مهدد للحياه؟ ليش عم يصير فيه وفاه؟ مشان موضوع الاكسجين، انت عندك الرئه الثانيه عم تتنفس، صح ولا لا؟ بس المشكله القلبيه هي اللي عم تتاثر. اتفقنا؟ طيب. وبالتالي هذا الكلام مذكور، ارتفاع الضغط داخل الجنب، انضغاط الرئه في نفس الجهه، اذاعه المنصف، انضغاط الرئه المقابله، خلال العود الوريدي، اضطراب الجمله القلبيه الوعائيه.
clinical features, unilateral pleuritic chest pain, breathlessness or dyspnea, physical examination may be normal, with large pneumothorax, absent breath sounds. تعلم هالكلمات وجود وغياب. صح انت عم تدرس بالعربي بس تعود. Presence, absent. Okay. Tension, pneumothorax. Increase the pressure inside the chest led to cardiovascular compromise. Okay. الاستقصاءات. Investigations. هلا أول فكرة مشكلة صدرية سعال زلة تنفسية وألم صدري عندي استقصاء بسيط ومهم هو chest X-ray. كلام منطقي. طيب هل راح يذكر لي كيف راح تبين تظهر حافة الرئة المنكمشة محددة واضحة شفافية تامة بينه وبين جدار الصدر لوجود ارتسامات راح نشوفه بالصورة بعد شوي يشوفني انزياح المنصف إذا في انصباب جنب مرافق مرض رئوي مستبطن ممكن رض أدالة دمي جنب أيضا أوكي لازم يفرق عن الفقاعة النفاخية الكبيرة حتى مصير شفخاغة للشكل جنب الطبق النخل هذا الكلام لا يسمن ولا يغني من جوا شوف دوما بالاستقصاءات أي استقصاء بتطلبه بيهمني تعرف وين بدك تطلع وعلى شو بدك تطلع في فرق لما يكون مريضك متشطح بالصورة البسيطة وما بين يكون واقف هاي أول فكرة الفكرة الأخرى أنا عم أطلب شاكك بريح صدرية تلك إجاك شاب مدخن وعم يشكي من ألم صدري أول شك تشكه هو ريح صدرية وبعدين تفكر ليكون في ألم جداري صح؟ وتفكر بأسباب أخرى هلأ ريح صدرية إذا بدي أنفيها لازم أعرف وين عم أطلع وضعية الصورة شو لازم تكون شهيق ولا زفير هالشي بتفرق بتفرق كتير بوضعية الزفير مريض ريح صدرية إذا خدت الصورة بالشهيق ممكن تطلع صورة طبيعية تماما بالزفير رح تبين معك والله والله خليني أورجيك شوف هلأ أول شيء هاي الصورة هلأ أول شيء هذا المريض جاك عمره 23 سنة مدخن وعم يشكي من ألم صدري بالجانب الأيمن عم تقرأ A مثل ما اتفقنا Airway Breathing Circulation أول شيء بدي أنا قلت لك أنا الريح صدرية مو بدك تشوفه هذا أول شيء بدي أنتبه مريض واقف ولا متشطح هاي وضعية الوقوف A علموك انه عم تشوف من الجانب خط اسود وما في ارتشاحات لا مو هيك بتشوف المكان الاشع والاول وين هو المكان انت عم تدور على غاز الغاز وين يكون بالاعلى اوعك انتبه عم تدور على الرئه الصدريه بلش من فوق بلش من فوق اذا مريضك واقف اذا مريضك متشطح هذا مريض متشطح اعلى جزء من جدار الصدر وين هون يعني عند قبتي الحجاب هون لازم ندور اذا متشطح بعرف هذا الحكي جديد عليك بس معلش هذا هو الحكي الهام واللي بهمك من ناحيه العمليه وحتى النظريه اوكي اذا متشطح بيطلع بهالمستوى اذا واقف بهالمستوى تلك علموك انك تطلع بهالمستوى خطا طيب هذا مريضي بوضعيه الوقوف الصوره طبيعيه بتقول لي هي هذا لوح الكتف بني هذا لوح الكتف شوف لوح الكتف بهالمستوى صغير هون بس هون هذا روح الكتف وكثير طلاب بيتناقشوا هي ريح صدرية لا هذا روح الكتف مريض نفسه شوف هاي بوضعية الشهيق كيف عرفت راح عدل اضلاع 1 2 3 4 5 6 صح العاشر متقطع هاي وضعية الشهيق روح اعملها بالزفير هاي مع الزفير نفس المريض شوف الريح قديش واضحة هذا اللي بدي ازرعه بمعلوماتك اوكي وبالتالي عندي ريح صدرية ماشي شوف هاي الوضعية الأخرى يلا وقف الفيديو واختار بس أنا رح جاوب هلا أنت وقف الفيديو وجرب شوف هاد لوح الكتف هاد لوح الكتف بدي دور عليه وين بدي دور بلش من الأعلى بلش من الأعلى وركز منيح هاي هي النموذوركس هاي هي واو أوكي طيب بهالمستوى لاحظ كيف هاي ريح صدرية هاي بوضعية الشهيق خذ بوضعية الزفير كيف أوضح كيف أوضح طيب ها
هاي الريح الصدرية اللي يعلموك إياها بالكتب والنوطات بتكون الريح ما بصراحة نادر ما يجيك هيك شيء. أوكي هاي كتير واضحة. شوف هاي هون مستوى الرئة صاير هلأ بال... وهي دروح الكتف. عملنا تفجير صدر يعني ركبنا أنبوب. شوف صار في تحسن كيف تمدد الرئة وهذا ظل الأنبوب صح؟ قديش صار في تحسن ما بين هاي وما بين هاي كيف تمدد الرئة. هاي الصورة بوضعية الاضطجاع إذا بدي دور الريح صدري وين بدي دور؟ بهالمستوى. في علامة اسمها علامة الثلم العميق أنا شارح عنها فيديو. هاي هي بيكون الهواء بهالمستوى عندي ريح صدرية بهالمستوى. أوكي طيب هلا بهالصورة شوف هاي فقاعة. أنا بس عم أعطيك صورة اللي هو يجب تمييزها عن الفقاعات حتى ما يصير رشف خاطئ. هاي فقاعة وليس ريح صدرية وبهالمستوى عندي تليف. هذا مريض سل سابق مريض سل سابق عندك تليف بيقوم بقمة الرئة اليمنى وعندي فقاعة كبيرة بمستوى قمة الرئة اليسرى وهدول لوح الكتف. أوكي طيب asthma induced pneumothorax would and might not show up in a posterior anterior x-ray. No history of asthma. I did a lateral view as well. No sign of pneumothorax or deep sulcus. Investigations, chest x-ray may be normal first. You can see define the edge of deflated lung with a complete lack of lung markings between this and the end of the chest wall. Okay. CT is useful. لاحظ كل هاي العلامة الفارقة تاخذ الصورة بوضعية الزفير. في ناس فورا تنتقل لموضوع CT. CT فيه تعرض لأشعة مكلف بالوقت الحالي صح؟ ممكن يكون المستشفى ما فيه CT. لا خذوا صورة بوضعية الزفير. التدبير أنا كيف أتعامل مع هيك مريض؟ هلا أنت علمك بالجراحة الصورة مريض الريح الصدرية نوموثوراكس بتروح تاخذ إبرة وبتشكها بالقرب الثاني. هي لمين؟ يعني أنا مريضي هذا الجنين 23 سنة وعم يسعد صار له ساعتين وشفت الصورة وكان في ريح صدرية عفوية صح؟ هو لا أوكي أي نعم هو عم يتألم لما عم ياخذ نفس بس تيكو إجاني ماشي ومرتاح ما راح أخذ إبرة وأروح أشكه والله صح؟ لا لا إطلاقا. القاعدة العامة حركة الإبرة إمتى بدي أعملها هي هاي إسعافية. لما يكون مريضي تنشن نوموثوراكس وأنستيبل. لما يكون مريضي أنستيبل إنه والله كمية الريح معتبرة بلشت تأثر وتعمل لي مشكلة هون ممكن أعمل تداخل بالإبرة إسعافي منه بسرعة. عديك معي وقت أقيم وأقرر وممكن نحط مفجر ولا ما بده ولا ما بده وعلى ميت مهلي الإجراء الإسعافي بس للمريض اللي عم يتدهور وريح صدرية ضاغطة مو عفوية والله السنتي واحد. لا شو ذاكر لك المريض اللي عنده ريح عفوية هذا الشاب الصغير لما تكون أقل من 2 سنتي وما عنده زلة تنفسية بشكل عفوي وعم يتنفس منيح خلاص هاي بتطيب لحالة صغيرة وعم يتنفس منيح بتطيب لحالة. تخيل لا إبرة ولا مفجر ولا شيء. هلأ لما تكون كبيرة اوكي قد نضطر نعمل رشف بالابره احيانا قد نضطر. هلا المريض اللي عنده مشكله رئويه سابقا وصار عنده ريح صدري ولو صغير ممكن تعمل له مشاكل لذلك قد نضطر الى موضوع الانبوب. كلمه تفجير انت تروح لك انه شو هذا التفجير عم تحط انبوب حبيبي انبوب عم تحطه بين الاوراب حتى يسحب الهواء بس. حاول هاي الكلمه ما تقولها قدام المريض. عندك مي بصدرك عندك هواء بصدرك رح نسحبه بالانبوب وراح نفجر لك صدرك ايش في اوكي وبالتالي عبر المسافه الدوربيه ومراقبه في المستشفى ماشي. هلا معناها الخطه الشيء الاسعافي انك تدخل ابره بالدور الثاني. كيف كان شكله شوف مثل هالمريض حتى هون على المرتاح صار يحطوا لي دوكاين. اوكي راح احط لكم رابط الفيديو مشان ما يكون فيديو طويل تبعنا. هلا هون انت لما عم تفوت وعم تسحب تفوت وتسحب هي يطلع معك فقاعات بهالمستوى. لما تطلع فقاعات خلاص انت دخلت صح. شوف فقاعات بهالمستوى لاحظ كيف طلع فقاعات. You're a piece of work, Avery. They must have broke the mold when they made you.
هذا المرض اللي بحاجة لمفجر بنحط بمسافة وربية رابعة خامسة سادسة مثلا على الخط الإبط المتوسط، شق صغير وندخل الأنبوب، شق صغير وندخل الأنبوب. هي واحدة من التقنيات. التقنية الأخرى سيلدنجر، سلك دليل وموسع. يعني الفكرة أنه عندك صدر، إما بتعمل شق وبتدخل أنبوب، وهذا الأنبوب توصله بمفجر بيسموه جهاز، أوكي، صمام هملخ، أوكي، أو صمام تحت الماء وبس بهالمستوى. أو بدل هالأنبوب تدخل سلك رفيع يسموه دليل جايد، نحن نسميه جايد. تدخل بالجايد، عرفت المكان، بعدها بتدخل أنبوب رفيع حول الجايد من دون ما تعمل شق. راح شوفك إياه هون. شوف هون عم يحاول يجس لحتى يحصل يعمل الشق، أوكي، علم المنطقة. راح أحط لكم الرابط عشان تشوفوا أوضح. كمان بيخدره، دخل بالإبرة، عرف المكان، هيك راح يعمل الشق، يوسع. بعده بيدخل اليوتيوب. أنا مشان اليوتيوب المقطع فيه دم ما راح أحطه، راح أحط لكم الرابط عشان تشوفوا. هاي طريقة الشق. أما طريقة سيلدنجر اللي فيها الجايد، شوف هاي طريقة الجايد. تدخل بسلك، توسع شوي بالمشرط، لاحظ بعد الجايد بتدخل هذا اليوتيوب. الجايد بيشوفك وين صاير. حتى الجايد نفس الطريقة بنستعمله لما ندخل على أوردة الكبيرة، إنه فوت بالجايد وبعدها بندخل هذا. الفيديو راح أحط لك فيها كامل عشان تشوفه، عشان كيف تشوف دخل بالإبرة وهيك. بس بعدها بقول لك يجب إزالة المفجر بعد 24 ساعة من عنده طريقة للتمدد، وقف خروج الفقاعات الهوائية بالمفجر، كلام سليم. إذا بقيت الفقاعات لعدة أيام قد نضطر للتداخل الجراحي. هاي خط إبطي أمامي، متوسط خلفي. هون عم يقول الداخلي وبالمتوسط، في فيديوهات بتفوت الآن بالأمامي يعني، بس هون ذكر لك خليني على المتوسط، خليني على المتوسط. هذا صمام هملخ اللي ذكر لك إياه، أوكي، لاحظ كيف هذا الأنبوب إلى الصمام. الصمام على أنه يمنع عقدة الهواء، ممكن يعطي أكسجين إضافي في حال عدم الشفاء الاسترواح. ننصح المريض أنه ما يسافر حتى ما يتمدد الهواء داخل صدره، أوكي. نصيحة بإقلاع عن التدخين هامة جدا 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 حتى تقلل النكس. بعدها بيقول لك شيء منطقي، أكسجين إضافي. المريض عدم شفاء التام لاستروح الصدر وبقي شوية هواء، ننصح بعدم السفر، لأن السفر بالطيران ممكن يتمدد الغاز الموجود ويحتبس ويضغط على الرئة شوي، لذلك ننصح بعدم السفر. إقلاع عن التدخين هام جدا حتى نقلل النكس. هذا المخطط باختصار. مريضي كان عنده هبوط ضغط أو ريح صدرية موترة ومشاكل رئوية وفوق 50، فهو معرض لمشاكل، ألجأ فورا إلى الأنبوب أو التفجير، صح؟ إذا كان لا والله مستقر وعنده ريح شوي كبيرة أسحبه بالإبرة. عادي هيك أستنى لأراقب عفويا. قلت لك الريح العفوية صغيرة تترقب عفويا. مريضي مرتاح وسطه شوي وريحه كبيرة أسحب بالإبرة. لا والله عنده مشاكل رئوية وعم تضغط، لا والله أدخل أنبوب. فأنت عندك ثلاث حالات بسيطة. In English, pneumothorax less than 2 cm. Resolve spontaneously. May we need needle aspiration? Okay. Intercostal drains, mid axillary line, Seldinger technique, or 24 after 24 hours, remove the drain. Oxygen. Patients should not fly until the pleural air is gone. استرواح صدر العفوي الناكس. هون عم يقول لك انه ممكن نعمل ايثاق للجنب. يعني قلت لك المسافه بين الجنب نحط تراسكلين ونلصق ورقتين الجنب مع بعض حتى ما يصير في مسافه تجمع السوائل او الهواء. هلا عم يقول لك هدول في ناس نعمله بعد اول مره بعد اول ريح، وفي ناس بيقول لك بعد ما تنكس. هلا اللي بعد ما تنكس لما يكون بعد اكثر من مره مثلا، او كان هو معرض. اما الشخص اللي كان عنده احتياط تنفسي منخفض
او عنده فعاليات مثل الغطس مثلا او شيء، هذا ممكن بعد اول مره نعمل الايثاق، ما كثير بتهمك بصراحه. Recurrent spontaneous pneumothorax pleurodesis هو هذا الايثاق، اوكي especially for diving مثلا ممكن نعمله بعد اول مره. هذا باختصار شديد، اهم شيء تعرفوا منظر الصوره، هذا جدا عمليا، وتعرف كيف عم يصير وايمت بتتداخل. ان شاء الله كان الفيديو مفيد، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، سلام.